بسم الله. هكذا بدأنا ورفعنا الأكف داعين المولى أن تهوي إلينا أفئدة من الناس، فأقبلوا علينا داعمين وصائمين، أولهم أمثال مؤسسة طوروس وغيرهم الذين أصروا على وضع أياديهم في يد الخير، وتاليهم أولئك الذين توافدوا على خيامنا. ترى الخير في ابتهالاتهم وهم يفطرون. أخواني المحسنين، أخواتي المحسنات، اليوم نحن أمام ثمرة من ثمرات التعاون بين المؤسسات وأفراد من جهة وهيئة أعمال الخيرية من جهة أخرى. أمامكم الآلاف من الصائمين يفطرون بثمرة هذا التعاون، ونأمل أن يزيد هذا التعاون وهذا الدعم للعمل الخيري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.